ولكن الرئيس بري قال انه الحكومه لازم تضم الجميع من القوات وغيرها لتكون في تمثيل شامل. يعني مع احترامي الشديد للرئيس بري الكل بيعرف هو علاقتنا نحن بالحكومات الماضيه كانوا كل الجميع بكل الحكومات شفنا وصل الوضع مش هيك مش هذا المقياس على الاطلاق وما لازم يكونوا الجميع بالحكومه مش انه لازم تنقصهم لتنقصهم الجميع لازم يكونوا بالحكومه على الاطلاق مش انت الحكومه تقدر تعمل اي شيء انت لا تقوم بالتجارب السابقه نحن مش عم نطرح موقف ايديولوجي او هيك المبدا هيك لا بالتجربه العمليه هي هيك القصه فاذا قلنا نحن ما بدنا شيء من الحكومه ولا بدنا نكون فيها مش رفضنا او انتقامنا يعني ما لازم حدا يكون فيها يعني حكومه جد تكون ناجحه مع انه بنكون عم نظلم حالنا لانه بتعرفي نحن تصرفات وزرائنا بالحكومات بتعاقبوا وتصرفات امورنا كيف كنا حكيم المسؤوليات اللي اوصل الرئيس المكلف اليوم هل برايك رح يسمح له الحكومه الاستخصائيين مصاحبه رقم الكبار؟ وإلا لا يمكن أن نوافقوا على الرئيس سعد الحريري اللي كان عم يقول بأمر الحكومة الاستخصائيين. بتعرف على كيف بطرح السؤال؟ الثلاثي اللي أيده الرئيس المكلف ليوصل أنا رأيي بدهم يختاروا بين حكومة أخصائيين مستقلين ليقدروا ولو شكل الإدارة مطرح ما هن أو ما حدود شيء بالبلد على حاله. واضح إنه صار الأمور بقوة، يعني إذا ما إجت الحكومة ما عم أقول لك عنها. اوكي ما رح يصير في اي عمليه نهوض اقتصادي، الوضع المالي رح يضل مدهور، وين رح يصير كل الناس؟ انا برايي هن الفرقاء الثلاثه عم تحكي عنهم، بس مجرد هيك يضلوا في محلاتهم لازم يتركوا الحكومه تتشكل، مثل ما عم نطرحها، ليش مهم تتشكل؟ لانه في عندك انت بيعمل حاجه هلا لتدفقات ماليه سريعه على المال. هالتدفقات ماليه سريعه مين بيعملها سيدي عبد انا وياك؟ يا ليت إذا بدهم يعملوها بدهم يعملوها دول أجنبية، بالأخص الدول العربية ودول غرب دنيا. هون ما رح يعملوا أي تدفقات إذا ما كان حكومة لاصقة. وهون ما رح يعملوا أي تدفقات إذا في أي أثر من القوة اللي كانت سابقة من الحكومة الماضية موجودة بالحكومة الحالية. ليش؟ لأنه يعني عندهم تجارب سيئة. ما تنسى أن الغرب مثلا هو الشرق عنده معنى تجربة بيلبسوا أحد وبيلبسوا ثلاثة وعنده تجارب أخرى وعنده كثير من التجارب وبالتالي ما بقى مستعدين يحطوا قرشه بالمطرح يعني مش وسيم انه رح يوصل للشعب اللبناني. ليكون وسيم انه رح يوصل للشعب اللبناني بدك حكومه كلية جديدة. ورح تصير هيدا الحكومه بهاي؟ هون التحدي الكبير على الفرسان الثلاثه اللي هم جابوا يعني كلف الرئيس الحالي كان هو تكليف الرئيس الحالي هون يا عندهم بعد نظر بيقرروا يخلصوا حالهم في الشعب اللبناني لانه هو فرقاء ثلاثة لو بيهمهم الشعب اللبناني ما كنا اصلا شو بدنا هون بقى بيخلصوا حالهم بالدرجه الاولى والشعب اللبناني بالدرجه الثانيه من قبل هيك لانه حتى هل بعد ما جماعه كمان مني وبالتالي انه راح يكفي التدهور اكثر واكثر واكثر بالتالي لا سمح الله بالتشيء حكيم اليوم وين صار 14 كتاب؟ صراحة استاذ عبد المسألة أنا مش مسألة توقعات ولكن اليوم بين يعني تبين بوجهات النظر بالنسبة للحكومة بالنسبة للكثير من المواقف السياسية هل ممكن إعادة لم شمل 14 أهداف؟ 14 باقي وراح يضل باقي لأن الكيمياء على مشروع سياسي التاريخ اللبنانيين ملتزمين فيه بس هلا المسألة مش مسألة 14 هلا اللي عم يهدد البلد بالفعل هو وضع اقتصادي ومالي ومعيشة هيدا اللي بده انقاذ مش اللي بده انقاذ 100,000 او 14,000 الموجهه والمعركه هلا مش هون هلا هونيك مش هيك لازم نركز عليك ممكن يصير هونيك على الهامش في احد الصحف اليوم اورد خبر انه الكويت اللبنانيه تلقت اتصال من المخابرات السعوديه لعدم ترشيح الحريري وهذا اللي حصل كمان هيك يعني عم نحكي عن اول استشارات سعوديه أنا برأيي لو الصحف بعض الصحف بلبنان هيك بتزرب مخيلتها شوي بتكون أحسن مشانها مشان كل الناس، هذا كله من صنع الخير، هذا كله مطلوب من الشيء، طبعاً نحن على تداول مستمر نحن والإخوة السعوديين ومثل ما نحن والإخوة الإماراتيين أو الكويتيين أو غيرها من دول صديقة لبنان، بس هذا شيء موقفنا شيء آخر مختلف تماماً. أنا بذكر الجميع أخذنا قرار بما يتعلق بتكوين رئيس حكومة
ضل الكابتن جمعين بيقول لي بيشتغل 6 ساعات ورا بعض، يعني من 9:30 بعد الصلاه. يعني في البعض بفكروا انه كل الناس بيشتغلوا مثله. حكي لي شو البيان، هل حد ناطرين البيان الوزاري؟ يعني اذا ناطرين البيان الوزاري لتعطوه الثقة ولا لا؟ وشو بدكم بمضمون البيان الوزاري؟ يعني كان معروف ومتداول شعب وجيش ومقاومة. يعني من جديد القصة هلأ مش هون على الإطلاق القصة، ومش قصة البيان الوزاري. بدنا نشوف كيف بتشكل هالحكومة، بدنا نشوف كيف أشخاصها، من هني شو هني، قديش هني مستقيمين، قديش هني نضاف الكف، قديش بيعرفوا يشتغلوا، قديش هني ناشطين. الوزير مش اللي بيروح ساعتين ثلاثة على وزارته، لا، قديش وقديش عندهم قدرة انه يطلعوا الوضع من مطرح ما هو. هيدي نقطة الفصل بالوقت الحالي. اوكي يا اخوي، شكرا حكيم.